هذا اللقاء هو يوم دراسي ديال الفريق النيابي لحفظ الاستقلال في مجلس النواب. كانت فرصة أولا للاستماع إلى انتظارات وإشكاليات مطروحة بالنسبة لكل أقاليم المملكة، وكذلك فرصة لتقديم الاستراتيجية ديال الماء لمواجهة تحديات مستقبلية، أولا اللي هي مرتبطة بالآني، لأن كاين كذلك تدابير استعجالية تم اتخاذها في العديد من الأحواض المائية المتضررة من ندرة المياه، واللي فيها العديد من الأمور الهادفة أساسا إلى ضمان الماء الصالح للشرب وكذلك الماء السقي بالنسبة للعديد من المناطق ديال المملكة. في نفس الوقت كذلك أنه اللي فيها برامج اللي عندها واحد البعد ديال المدى المتوسط والبعيد من خلال تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، وكذلك كل ما هو مرتبط بالحفاظ على الفرشة المائية من خلال العقد الفرشة ومن خلال كذلك التطعيم الاصطناعي ديال الفرشة المائية، وكذلك العمل على وضع عتبات وكذلك سدود تلية في كل الأقاليم ديال المملكة. وعندنا 129 سد إن شاء الله اللي يعطينا انطلاقة ديالو هاد السنة مع الجهات المملكة باش أنه نساعدوا الفلاحة ونساعدوا كذلك الكسابة في هذا المجال. وكذلك هنالك نقطة أساسية واللي اعتبرناها مهمة جدا، وهو النجاعة المائية. كاين بزاف كثير من الضياع، لا الماء اللي تمشي للبحر ولا الماء اللي تيسيل من القنوات ولا كذلك الاستهلاك المفرط ديال الماء، لا من طرف بعض المهن وكذلك من طرف المواطنين. ولذلك ان شاء الله ابتداء من شهر رمضان المبارك غنطلقوا واحد الحمله تحسيسيه ونوضعوا كذلك واحد البرنامج خاص للنجاعه المائيه مع الادارات ومع الوزارات المعنيه وكذلك مع الجانب المرتبط بتقوية القدرات في هذا المجال، وكذلك ما هو مرتبط بمحاربة تلوث المياه. شكرا. بالنسبة للقضية ديال مراكش وجدة، فكما تعلمون اليوم بالنسبة لوجدة فاحنا تنديروا أثقاب مائية اللي الحمد لله كاين الفرشة المائية الكافية اللي غتساعدنا إن شاء الله باش نجاوزوا هذه الإشكالية، ولو أن غنضطروا أننا نديروا واحد العقلنة في الاستهلاك في هذا المجال. بالنسبة لمراكش كذلك فهو كاين الجانب المرتبط ديال أننا خدنا السد الفلاحي غناخذوا منه الماء باش أنه توصل لمراكش الكبرى، زيادة على المجهودات المبذولة من السلطات العمومية في إطار لجنة اليقظة واللي خدات العديد من التدابير، وكذلك مع الجهة مع السيد رئيس الجهة أبئنا 520 مليون ديال الدرهم باش أنه تكون اولا محطات ديال كذلك معالجه المياه الجوفيه، وكذلك ما هو مرتبط بالحافلات السريجيه باش ان الماء يوصل للدواور. شكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.